عن استمرار ثورة تشرين رغم المحاولات الحكومية والميليشياوية المستمرة لقمع الثوار، ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي حسين السبعاوي. أستاذ حسين، مرحبا بكم. يعني ماذا يعني استمرار خروج التظاهرات في بغداد ووسط وبابل وذيقار والبصرة رغم محاولة حكومة الكاظمي الإجهاز على ثورة تشرين تزامنا مع مرور الذكرى الأولى لانطلاقها؟ يعني هذا يثبت إصرار المتظاهرين على تحقيق مطالبهم، يثبت على أنه هؤلاء لديهم صبر طويل، راهنوا على الوقت، راهنوا على الطرف الثالث. اليوم الحكومة بنفسها تقوم بقمع المتظاهرين ولم تفلح المتظاهرين المصريين على مطالبهم، ولكن نقول للمتظاهرين أيضا عليكم أن تصمدوا وتستعدوا للتضحيات، لأن مطالبكم كبيرة وغالية وتستحق التضحيات. أستاذ حسين، القوات الحكومية وأيضا الميليشيات قامت بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين السلميين في ساحة اعتصام البصرة، لكن هنا لماذا تصر السلطات الحكومية وأيضا الميليشيات على اللجوء لورقة العنف رغم فشلها في إخماد ثورة تشرين؟ هو منذ البداية اعتمدت القوات الحكومية أو أذرعها الميليشيات باعتماد الحل الأمني ولن تفلح. كانت تستخدم الميليشيات، مرة تستخدم طرف ثالث، استخدمت الاغتيالات. اليوم اغتيل أحد أبرز الناشطين في مدينة الناصرية الشيخ عبد الناصر. هذا الحل هم لن يتخلوا عنه يوما، حتى نقول لماذا اعتمدوه اليوم. هم منذ البداية معتمدين على الحل الأمني، وإلا من قتل 800 شهيد؟ من أين جاء آلاف الجرحى والمفقودين والمعتقلين؟ إذا لم يكن حل الأمني منذ البداية، إذا أين من ذهب بهؤلاء ومن قتلهم؟ فالحل الأمني يا أخي العزيز منذ بداية تشرين العام عام 2019 وإلى الآن هو مستمر إلى حد هذه اللحظة. لكن عندما جاء الكاظمي أراد أن يستخدم أسلوبا براغماتيا وأسلوبا ملتويا مع المتظاهرين لعله يقنعهم بالتراجع عن مطالبهم باعتبار هو من يمثلهم، وتبين أنه لا يمثلهم، وهو يمثل الكتلة السياسية التي جاءت به إلى السلطة. في هذا السياق، هل سيلقى مصطفى الكاظمي الذي يقدم نفسه على أنه نتاج الثورة، هل سيلقى نفس مصير رئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي بعد سيره في ذات الطريق، طريق العنف بشكل علني؟ أستاذ حسين، أنا أعتقد من السابق لأوانه أنه نتكلم عن إسقاط حكومة مصطفى الكاظمي، لأنه ما زالت هذه الحكومة يعني مدعومة دوليا، مدعومة داخليا، مدعومة من قبل الميليشيات، مدعومة من قبل المرجعيات. الطريق في بداياته، ولكن أيضا لا ننسى أنه هي فترتها يعني بدأت تقطر يعني شيئا فشيئا. فإذا ما استمرت وزادت في القمع، فأعتقد ستكون نتيجتها طبيعية كنتيجة حكومة عبد المهدي. أستاذ حسين، القوات الحكومية وأيضا الميليشيات قامت بإزالة جميع خيام الاعتصام من ساحات الاعتصام بالمحافظات المنتفضة، هل نفهم من ذلك أن الثورة قد انتهت في العراق؟ لا أبدا، الثورة لها أسباب ومبررات. أسباب الثورة ما زالت باقية ولديها مطالب ولم تتحقق، ما لا علاقة للخيام وللإطارات وللمكان الاعتصامات. الساحة العراقية كبيرة جدا للاعتصامات، المنتفض لا يمكن أن يبقى في خيمته، هذا أيضا يجب أن يعرفه المنتفضون في العراق. إزالة هذه لا قيمة لها على الإطلاق، ممكن أن تأتي يأتي المتظاهرون بوسيلة جديدة أخرى، لا يبقوا أن يقفوا في مكان واحد في ساحة التحرير، وهذا يعطيهم مبرر للتحرك بدل الوقوف. أستاذ حسين، كما استمعت في نشرة الأخبار، مسلحون اغتالوا الشيخ عبد الناصر الطرفي أحد شيوخ قبيلة الطي بهجوم مسلح في محافظة ميسان بعد أن صرح وانتقد الميليشيات وأيضا دعا لدعم ثورة تشرين، لكن هنا من أين تستمد الميليشيات جرأتها لتبدأ بتصفية الشيوخ؟ يعني الميليشيات منذ 2003 وإلى الآن تستمد قوتها أولا من الاحتلال، ثم من الحكومة العراقية، سواء منذ بداية تشكيلها المؤقتة وإلى الآن. هي جميع هذه الحكومات هي داعمة للميليشيات، وإضافة إلى إيران وبعض القوى سواء مرجعيات أم أحزاب دينية، كل هؤلاء يدعموا الميليشيات وهم يتحملون المسؤولية مباشرة بما تقوم به الميليشيات. عندما يحل وقت الحساب والعقاب ويكون هناك قضاء عادلا منصفا، سيحاسب هؤلاء على
جرائم الميليشيات إضافة لمحاسبة الميليشيات أنفسهم. أستاذ حسين أخيرا، ما هي ملامح المرحلة المقبلة في العراق في ظل التطورات الراهنة؟ يعني أمام هذا التصعيد الأمني، أمام هذه المشاكل الاقتصادية، أمام الوضع الإقليمي عموما، أنا أعتقد في مزيد من التصعيد، مزيد من يعني اتساع الانتفاضة أفقيا وعموديا، ارتفاع أيضا سقف المطالب. أعتقد هذه المرة لا يطالبوا بإسقاط حكومة الكاظمي، ممكن أن يذهبوا إلى إسقاط البرلمان، وهذا كان هو يفترض منذ البداية. وأعتقد يعني هي مزيد من التصعيد مقابل مزيد من الإصرار على المطالب. من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي حسين السبعاوي، شكرا جزيلا لكم.